قام بنك لبنان والمهجر بتوزيع جوائز قيمة، وذلك في إطار الإعلان عن نتائج مسابقة حملة ديزاين يور اون كارد على موقع الفيسبوك، حيث تنافس المشاركون على أفضل تصميم لبطاقة مصرفية. فاز 20 مشترك، فيما حصل كل من الرابحين الخمس الأول على جوائز نقدية بقيمة 2500 دولار، وتم اختيار 2 من الرابحين لحصولهم على أعلى نسبة أصوات على الفيسبوك، وأما 3 الآخرين فقد تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيمية متخصصة.